ليا بيقول في محطاتنا لليوم رح نستحضر بذكرى مولى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأخلاقيات الحقيقية للدين الإسلامي وروح الأخلاقيات بحياتنا اليوم، وقد ايه نحن بحاجة يمكن لنعود لهي الأخلاقيات الحق يلي بتلامس جوهر الإنسان والإنسانية ودين العقل والتفكر، وليس مين اللي بيدعوا اليوم الدين وبيقتلوا الناس باسم الدين. مع أكيد ضيفنا الدكتور عبد السلام راجح، وهو أستاذ في الجامعة ونائب رئيس مجمع كفتاره للشؤون العلمية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، أسعد الله صباحكم. أهلا وسهلا فيك دكتور، وكل عام وأنت بخير. وأنتم بألف خير، وكل السادة المشاهدين بألف خير. تسلم. اليوم خلينا نحكي مع بعض ونستذكر أخلاقيات الدين مع حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على صاحب المناسبة سيدنا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين إبراهيم وموسى وعيسى وسائر أنبياء الله ورسله أجمعين. حقيقة أن نتذكر أخلاق هذا الموسم، أخلاق هذه المناسبة، فنحن نعيش سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضرب مثلا أعلى حينما وصف بكتاب الله وإنك لعلى خلق عظيم. حينما نتحدث عن الأخلاق نتحدث عن سر العبادات، نتحدث عن الغاية التي يتوخاها المشرع حينما شرع العبادات على المسلمين. أنا سأضرب مثلا سريعا، يعني حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى وأقم الصلاة، قد يتوهم البعض أن الصلاة هي عبارة عن هيئات مخصوصة بحركات معينة. على التزامنا بهذه الهيئات والحركات كما وردت من المشرع، لكن أقول لأولئك الذين يصلون أكمل الآية لتسمع أن الله يقول لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك لا يقبل أحد أن يجد مصلياً يصطف في المحراب وفي الصف الأول وراء الإمام، ثم إذا خرج إلى سوقه يغش الناس، ثم إذا اختلى مع نفسه لم يعرف أن الله كان رقيبا عليه، إذا ما جلس تناول الناس بألسنته غيبة ونميمة وأذى، إذا مشى بين الناس مشى بالشائعة وأثار الضغينة فيما بينهم. أنا أقول أين هي صلاتك التي كانت تجمعك قبل قليل مع الله في الصف الأول وفي المحراب لتجعل منك حاضرا في الأخلاق والمبادئ؟ وإذا قلنا هذا في الصلاة قلناه في الصيام وقلناه في الزكاة وقلناه في الحج. ففي الصيام قال لعلكم تتقون، بعد أن قال كتب عليكم الصيام، أي الصيام كتب ليأخذكم إلى جادة التقوى. الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه أخلاق الحج. الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. لاحظي كيف انتقل من فكرة الأداء العبادي إلى المضمون الأخلاقي. هذه الأخلاق هي التي يقوم عليها أهل الإسلام. العجب كل العجب ممن أراد أن يتسمى بالإسلام وأن يكتب على صحيفته أنه مسلم، ثم إذا نحن خبرناه في الحياة وجدناه لا ينظر أمن حلال أم من حرام يأخذ ماله، لا ينظر إن أذى الناس أم لم يفعل ذلك، أو أنه تعرض للناس بكلام يسيء إليهم، أقول أين هي صلاتك؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في عنوان، وهو الذي نحتفل بمناسبة مولده الشريف، يقول ليس كل مصل يصلي، هذا حديث قدسي رواه نبينا عن ربه، قال ليس كل مصل يصلي. إذن من المصلي يا رسول الله؟ قال إنما أتقبل، الكلام لله في الحديث القدسي، إنما أتقبل ممن تواضع لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي. لاحظوا كيف أن هذا الحديث أراد أن يأخذنا من واقع الصلاة التي يحسبها البعض خطأ أنها مجرد هيئة الله أكبر وركوع وسجود. تعا يا حبيبنا لننفذ إلى أخلاق الصلاة. نحن بدنا إياك تصلي، بدنا إياك ما تقطع الصلاة، ولكن بدنا إياك أن تكبر مع هذه الصلاة لتصبح مثلا كمثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا تكون فقط هي فرض أداء فرض، أن تكون عبادة من الداخل. هي عبادة نؤديها بهيئاتها وفريضة نؤديها، لكن ينعكس أثرها على الأخلاق والسلوك. أنا أختم هذه الجزئية بتتمة الحديث الذي رويته لحضراتكم وللسادة المشاهدين. يقول ليس كل مصل يصلي،
إذن كأنه عم يقول مين لكان اللي بيصلي؟ قال إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ولم يستطل على خلقي، تواضع هدوء، ولم يبت مصرا على معصيتي. أخطأت، أنت بشر، كلنا نخطئ، ما في أحد واحد منا ملائكة ولسنا رسلا، نخطئ. ولكن الفرق بيننا وبين من يصر على المعصية أننا لما نحط راسنا على المخدة آخر الليل نستعرض شريط الذكريات، نقول يوم شو أخطأنا مع فلان، شو أخطأنا مع فلانة، شو أصرنا في حق فلان. هذا معنى ولم يبت مصرا على معصيتي. العجيب في الحديث أنه ينتقل إلى منحى اجتماعي أخلاقي رغم أننا نتحدث عن الصلاة. يقول ورحم الأرملة والمسكين، هاي الصلاة. الصلاة أنه أنت واقف بين إيدين الله، أنت واقف في حضرة ملك الملوك رب العالمين. هذا الوقوف بين حضرتي بين يدي حضرة الله يجب أن يأخذك إلى أخلاق في السوق وفي الطريق وفي المؤسسة التي تعمل بها وفي أسرتك مع زوجتك أولادك. قال ورحم الأرملة والمسكين، وبدأ يذكر عليه الصلاة والسلام من أخلاق المصلي التي تعلمنا أن الصلاة يجب أن تأخذنا إلى جادة الأخلاق والمبادئ والفضائل. نعم دكتور، كمان اليوم نحن عم نستذكر ذكرى المولد النبوي الشريف، وبلدنا سوريا عم تتعافى من خلينا نقول من الإرهاب يلي مر عليها 7 سنين على التوالي. نعم. اليوم نستذكر كيف كانت قيم الأخلاق، كيف دعا الرسول الكريم لأخلاق المؤمن بالحرب قبل السلام، وعم نشوف كيف اللي حملوا راية الإسلام وقالوا أنه هنن عم بيقاتلوا لأعلاء كلمة الحق ودعوا للتكفير وليس التفكير. نعم. هل المناقض؟ لا شك أن أبلغ ما يجب أن نستذكره نحن السوريين في هذه المرحلة هي أننا وقفنا هذه السنوات 7 لندفع عن حق، لندفع عن عرض وعن أرض. نحن نعلن أمام الله وأمام الناس، كل الناس، أننا نملك المصداقية لأننا ندفع عن بلدنا وعن أعراضنا وعن سيادتنا. ولذلك إذا كنت صاحبة حق فنحن لا نخشى في الله لومة لائم. والدليل كما تفضلت في السؤال أننا الآن نطوي بإذن الله الصفحة الأخيرة من الألم لنبدأ صفحة الأمل في المرحلة القريبة القادمة إن شاء الله. هذا يقتضي منا أن نقول يا أمة العرب والإسلام، يا أيها العالم أجمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة للمسلمين أم رحمة للعالمين؟ رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة التي أرسلها الله من خلال نبينا رحمة للعالمين يجب أن تجعل منا أمة عالمية في تفكيرنا. وهذه العالمية تقتضي أن نقول للعالم تعالوا وتعرفوا على هذا النبي، هذا النبي الذي لم يخض حربا على مدى حياته التي امتدت، أقصد البعثة 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة المنورة. على مدى هذه 23 سنة لم يخض حربا يبادئ فيها عدوه بالحرب. الفقهاء أجمعوا على أن الحرب في الإسلام إنما هي حرب اضطرارية. نحن لا يمكن أن نبادئ في اعتداء، ولا يمكن أن نحارب لأجل الحرب. الله في القرآن يقول في بيان ما هو القتال، قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. نحن ما نحب القتال، لكن الآن الذي لا نحب معه القتال لا نرضى الدنية لا في ديننا ولا في أرضنا ولا في ترابنا. النبي عليه الصلاة والسلام فيما قرره فقهاؤنا الجمهور، وللأخ المشاهد أن يقرأ ذلك في مدونة الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة، يتحدث عن أن القتال إنما هو للمعتدي وللمحارب وللمبادئ بالقتال، فهو للدفاع عن أنفسنا. البعض قد لا يطيب له هذا الكلام، أقول بيني وبينك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية على الأرض، كيف كان يتعامل مع أولئك الذين حاربوه. حسبي أن أبين لكم وللسادة المشاهدين الكرام الأعزاء مشاهدي الإخبارية العزيزة أنه في فتح مكة وفتح مكة منتصرا وكانت كل مقاليد الأمور له، جاءه هؤلاء الذين حاربوه على مدى 23 سنة وقالوا ماذا تفعل بنا يا محمد؟ فقال ما تظنون أني فاعلا بكم؟ أنتم حاربتوني وآذيتموني وطردتوني من بلدي. كان يقف على
على أطلال مكة ويقول والله النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك وإنك لأحب البلاد إلى قلبي. هاي بلده مثل بلدي أنا، بتركها أنا لبلدي. ولذلك هؤلاء الذين طردوه من بلده ماذا جابههم؟ وافترض أنه أنا بدي أرجع أنتقم، ما قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأعلن أنه من دخل دار فلان أبو سفيان هو أعدى أعداء النبي قبل إسلامه، قال من دخل دار أبا سفيان أو دار أبي سفيان فهو آمن. من دخل دار فلان أعطاهم المصداقية ليعلموا أننا ما جئنا لنقتل. أنا أستغرب وأنا أسمع من هؤلاء الذين كما تفضلتم في سؤالكم أنهم يحملون راية الإسلام ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، أقول لهم أين أنتم من هذا الإله الذين تحملون الراية باسمه، وهو الذي عنون لنفسه سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، رحمن ورحيم. أين نحن من معاني الرحمة ونحن نزعم أننا أبناء هذه الراية؟ حينما أحدثكم عن الحرب في السنة السادسة للهجرة، أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم عمر بن العاص، بل عبد الرحمن بن عوف، أرسله إلى قبيلة في دومة الجندل اسمها قبيلة كلب، كانوا هيك يسموا كلب وثور هيك أسمهم، شو بعرفني إيش كانوا هيك يسموا. على كل حال إيه، المهم لما أرسلهم إلى القبيلة جعل لهم قانون حرب، قال لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا وليدا ولا تعقروا نخلا ولا تذبحوا بقرة، قال وإنكم ستجدون أناسا فرغوا أنفسهم للصوامع، هذول المتعبدين ما محاربين، قال فدعوهم وما فرغوا أنفسهم إليه، قال هذا عهد الله وسنة نبيكم، هيك سنة نبيكم أن لا تقتلوا لا وليدا ولا شيخا. هؤلاء الذين يقتلون بلا حساب ويقتلون بلا رقيب ويقتلون بلا وازع أو ضمير أو وجدان، أقول لهم أين أنتم من هذه السنن الصحيحة التي تعلن كيف هي أخلاق الحرب في ديننا؟ يا سيدتي أنا أذكر لك أن 23 سنة من البعثة، 13 في مكة كما أسلفت و10 في المدينة المنورة فيما نطلق عليه العهد المكي والمدني، والحروب التي خاضها صلى الله عليه وسلم خلال هال 23 سنة، كم كان عدد الذين راحوا؟ أنا سأتحدث مجازا، ضحية هذا الحرب، علما نحن ما قاتلنا أحدا لأننا نريد أن نقاتله، وسأنبيك بخبر هذا، إنما قاتلناه لنرد الاعتداء عن أنفسنا. ربنا يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إله يقول هذا الكلام، يقول لك اذهب وقاتل؟ هذا الذي أستغرب منه. كم عدد الذين قتلوا في معارك النبي من أولها إلى آخر على مدى 23 سنة؟ يقول المؤرخون الذين أجروا إحصائيات، قال ما وصل إلى 480 قتيل، 480 قتيل على مدى 23 سنة. الحرب العالمية الأولى والثانية حصدت 80 مليون نسمة. تعالوا لنقارن ونحن نتحدث في ذكرى النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي البعض ليزعم أنه كما نقول بالعراضة دين محمد دين السيف، اللي عادينا يا حيف. أقول من أين جبتوا هالكلام عن سيدنا؟ هذا كلام عراضات اسمه. أما دين محمد يوما لم يكن دين سيف، دين محمد هو دين الحوار، دين النقاش، دين القلوب المفتوحة، دين الأخذ إلى القناعة. ما أصل الدين؟ لا إكراه في الدين. أصل الدين الذي أنزله الله على قلب محمد قرآنا يتلى إلى يومنا هذا أنه لا إكراه في الدين. فمن أين جئتم لتقولوا أننا نكره؟ ولذلك قرر الفقهاء ليس الكفر، كلمة الكفر نحن عانينا منها بها 7 سنين معاناة عجيبة، لأنه صارت تطلق هكذا جزافا. أقول لأولئك ارجعوا إلى كتب الفقه، وأذكر منه كتاب المدونة للإمام مالك إمام دار الهجرة، يقول ليس الكفر محلا لقتل الكافر، إنما اعتداؤه ومقاتلته هي المحل لرد عدوانه. مو الكفر، هذا كافر شأنه بينه وبين الله. لذلك قال لا إكراه في الدين. أتتصورون أن الله يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هل يتصور أن يكره النبي؟ لا طبعا، حاشا وكلا. ولكن القرآن جاء بهذا المعنى ليوجهه إلى أنه ليس ثمة من إكره، وكانت هذه سمة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، نعم.
يعني مثل ما قلت دكتور، العقل هو من أساسات دين الإسلام وأيضا التفكر والكلمة الطيبة. اليوم بختام حديثنا دعوة وكلمة طيبة لكل مشاهدينا بمناسبة هذا اليوم الكريم. حقيقة في موضوع التفكر عفوا وفي موضوع التعقل، ديننا هو الدين الذي جاء مخاطبا العقول ولم يهمل القلوب، لكن القلب، هذا القلب الذي هو بالمصطلح الذي نستخدمه هو الذي يحب، هو الذي يكره. حتى القرآن لما قال جاء بمصطلح القلوب جاء بالقلب ليشير إلى أنه أداة تأخذ صاحبها إلى تمام التفكر والتعقل. حينما نتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذكر أنه خاطب الأمة من منطلق العقل. حينما نحيد قضية الإكراه، حينما نحيد قضية التكفير، حينما نعلن أن الإسلام جاء ليمنح صاحب الدعوة الذي ندعوه أو المدعو جاء ليمنحه الحرية في الاختيار، ألا ينبيك هذا بأنه دين العقل؟ ولذلك انظري كيف استخدم القرآن العقل والقلب، فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التدبر محله عقل أم قلب؟ عقل، ولكن العقل والقلب في المصطلح القرآني يكادان يعني يندمجان. أفلا يتدبرون، وعمل التدبر هو عمل عقلي. بعدين قال أم على قلوب أقفالها، أي الذي منع قلبه الذي هنا بمعنى العقل أن يتدبر، فهذا كأنه جعل قفلا وضع مفتاحه، قفل وضع مفتاحه على قلبه، فهذا كيف يستوعب حقيقة الإسلام؟ تأتي مناسبة الذكرى النبوية العطرة، ومع الأسف خليني أحكي وفش قلبي، نجد من في الأمة من ينتقدنا نحن أهل الشام أهل سوريا أنه أنتم بتعملوا مولد. البارحة تشرفنا بمعية السيد الرئيس بشار الأسد في إحياء مولد النبي عليه الصلاة والسلام في جامع الأفرم، وأنا كان لي الشرف العظيم أني كنت بمعيته وتحت مظلته حفظه الله في هذا المولد الكريم. رئيسنا يرسل الرسالة للأمة الإسلامية كلها أن نهج محمد صلى الله عليه وسلم الذي نحتفل بمولده، ونحن نحتفل بالهيئة الرسمية إذ أن رئيس الدولة رئيس الجمهورية يحضر هذا المولد، ليرسل رسالة إلى كل الدنيا أنكم غلبوا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حياتكم، غلبوا قدوته سيرته العطرة الذي يستعرض سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي عول عليه السيد الرئيس في كثير من اللقاءات وفي كثير من المناسبات، أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون هي المنهج الذي يجب أن يحتذي به الناس، لأننا باستعراض سيرته على مدى حياته التي امتدت 63 سنة. أنا أقول 63 عم بحسب فيهم السنة قبل البعثة، لأنه قبل البعثة كان معروف بالصادق الأمين. هي الأخلاق، ولما جاءت البعثة بأمر الله توج هذا الصدق وتوجت هذه الأمانة بالبعثة النبوية السماوية، فإذا به يظهر هذا المعنى العظيم الذي توخاه مولدنا. وأقول يا ريت تعرفوا شو المولد، احتفلوا، والله نحن ما بنحتفل بعيد ميلاد أبونا وأمنا ومرتنا وجوزنا، إذا أقل منها رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن بدنا نتمنى هيك، بدنا نتشكرك ولك ينعاد عليك بكل خير يا رب، وشكرا على الكلام الجميل والصباح المميز مع حضرتك. شكرا كثير لك دكتور، وبلدنا المتميز إن شاء الله والمنصور دائما بإذن الله. بإذن الله. شكرا لك. شكرا لك دكتور.